بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتعرف على كيفية زراعة الكوسة المتسلقة أو الكوسة داخل البيوت المحمية. هو إحنا في الأول من الأساس خالص إحنا ليه عايزين نربي الكوسة متسلقة؟ في الحقيقة إن الكوسة نبات مفترش، تمام، زيه زي الخيار زي البطيخ زي القثاء، كلها عائلة القرعية تقريبا كلها مفترشة. مفترشة يعني إيه؟ يعني النبات النمو بتاعه بيكون على الأرض، طبيعة النمو بتاعه بيكون على الأرض، ما هوش مش زي مثلا زراعة زي زراعة الذرة أو القمح أو كده، بيبقى النبات قائم. واحد يقول لي طب ما إحنا بنزرعه بيبقى قائم، بتزرع الخيار وبيبقى قائم، أيوة، ولكن بنحتاج تدعيم او دعامة اللي هي الخيط دهوت اللي هو بيطلع عليه، ما ينفعش يكون قائم لوحده، تمام. فالكوسة نبات مفترش، طب احنا ليه عايزين نربيها وعايزين نطلعها على الخيطان في داخل البيوت المحمية؟ اول حاجة رقم واحد ان انا عايز اخد النبات الكوسة، قلنا مفترش وبالتالي بياخد مساحة كتيرة في الارض، فلما بياخد مساحة كبيرة في الأرض فبحد ده من أنا ما كسفش النبات بتاعي، فلذلك أنا ببدأ أعمل له عملية تربية على الخيطان بحيث أن أنا أقدر أحط أكبر عدد في وحدة المساحة اللي حضرتك شايفها دهيا، تمام. رقم اتنين ان الكوسة بتصاب بالكثير من الامراض، فكون ان انا ابدأ اقلم الاوراق القديمة منها وان انا اربيها على فرع واحد ده بيحدلي من قصة الامراض. ثالثا بيطول لي في العمر بتاع النبات وبخلي الانتاج بتاعه اكتر من النبات لما يكون متساب على الارض او يكون مفترش. اذا فالتربية بتاعت الكوسة لها شوية مهام قلنا بعضها في الكلمتين اللي فاتوا دول. طيب بالنسبة لي عشان أزرع الكوسة أعمل إيه؟ بجهز الأرض بتاعتي زيها زي الخيار، ما فيش أي مشكلة خالص. إذا كانت الأرض بتاعتك الخصوبة بتاعتها كويسة خلاص ما فيش أي مشكلة خالص، ما تضيفش المادة العضوية. إذا كانت الخصوبة بتاعتها ضعيفة ممكن تضيف قليل من المادة العضوية مع قليل من البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم المحببة والمغنيسيوم والخلطات اللي قلنا عليها قبل كده، تمام. بعد كده بنبدأ نرتب عملية المساطف زي ما احنا شايفين كده. هو المسافة المفروض يا جماعة بتبقى على 50 سنتي، يعني المصطبة دي كل 50 سنتي بأزرع نبات. طيب اللي انت شايفه ده هو خرطومين، هتقول لي خرطومين، طب انا حاطط خرطومين لان انا بزرع طماطم وبزرع خيار وبزرع فاصوليا وبزرع، فاذا عندي الامور يعني مش كل بقى محصول هشيل واحط شبكة جديدة، شيء متعب جدا. فببدأ ارتب اموري بحيث ان انا احط الكثافة النباتية، مثلا البيت ده فيه 6000 او 5000 نبات، ببدأ احط مثلا على نقاط ونقاط، لا في الخرطوم ده نقاط واحدة هنا مثلا والتانية هنا، رجل غراب كده بعملها على الخرطومين بمشيها بحيث ان انا الشبكة بتاعتي مش هقدر اشيلها كل زرعة يعني. وببدأ ازرع التقاوي بتاعتي، بختار التقاوي بتاعتي ان هي تكون كويسة. بالنسبة بس لموضوع التقاوي، انا لما بعمل او بعرض نوع من التقاوي انا ما بسوقهوش لحد، انا ما بسوقش نوع التقاوي ده هوت لاي حد خالص، لا انا يخصني مصلحة الفلاح رقم واحد. الشركات مش عمرها في حياتها ما هتتفقر ولا هتفلس يعني، تمام. فانا يخصني الفلاح في الدرجة الاولى، ولما بعرض صنف قلت ما بسوقهوش، لا انا بعرض حاجة انها انك بس تشوفها وتشوف الدنيا ماشية ازاي مش اكتر يعني، ومش شرط الصنف اللي يجود عندي ممكن يجود عندك، لا الدنيا ديت مش سليمة يعني. فبنختار الصنف بتاعنا يكون صنف كويس زي ما حضرتك شايف كده، هو اللون الاحمر ده هو ما هو الا صبغة، وحاطين عليها بعض المبيدات الفطرية بحيث ان هو بيحصنه لك يعني في الفترة الاولى من حياة النبات. ببدأ ازرع النبات بتاعي، شايف انت النقطة هو شايف نص عقلة الصباع بالظبط، وبحط البزراية بتاعتي وببدأ اردم عليها، تمام. اهين النقط بتاعي اهون، ببدأ احط
شايف نص عقلة الصباع كده، تمام؟ اهي ببدأ احط البذرة بتاعتي، ما احطهاش في سبع ارض واقول هتطلع، لا مش هتطلع. وببدأ على اليوم الرابع ان شاء الله في درجة الحرارة اللي احنا شايفينها دهيت بتبدأ النبات عندي يطلع. لو بدأ النبات عندك يطلع على طول مباشرة، ماليش دعوة انا باللي الشركات ده عاملاه، ان هو بيقول لي انا معامل لك بالسرام او معامل لك بمادة كيميائية، ماليش دعوة بالقصة ده هي كلها. انا ببدأ على طول عشان اعفان الجذور في الكوسة وعفان السمار والحاجات دهيت، ببدأ احط على طول التوكسين او المنقطة او الحاجات اللي احنا قلنا يونيفورم او الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده في الفيديوهات السابقة. فببدأ احقن، مجرد ما بيطلع النبات عندي ببدأ احقنه، او ممكن كمان احقنه وهو لسه ما نبتش، مفيش اي مشكلة خالص انك تحقن اي مادة وهو ما هتأثرش في الانبات، بل بالعكس هيكون الجذور مجرد ما بتنزل للجذور فتلاقي الدنيا كويسة معاها، و يعني بتشيل عليك عبء او بتطمنك على النبات بتاعك ان هو ان شاء الله باذن الله تعالى ما يحصلوش اي انتكاسه بالنسبه للامراض بتاعت الجذور او اعفان الجذور، تمام؟ نزرع الكوسه. انا بزرع دلوقتي، او واحد هيقول لي طب انت بتزرع دلوقتي؟ انا بزرع دلوقتي بس انا عندي بيوت مكيفه، اديك شايف الباده اهيت بتاعت او الخلايا المائيه ورايا اهيت، وشايف المراوح قدام اهيت شغاله، فده البيوت عندي مكيفه. طيب بالنسبه للجماعه اللي هو ممكن في البيوت العاديه، صعب جدا في البيوت العاديه لان درجه الحراره مهما عملت هتكون يعني وحشه جدا وهتتعب النبات، مش في الانبات، الانبات هيطلع وتمام التمام، بس هيعمل لك مشاكل في التساقط بتاع الازهار، يعمل لك مشاكل كتير جدا جدا جدا. ديت مقدمه بس بسيطه عن زراعه الكوسه. باذن الله تعالى يعني كل ما في تطور في النبات، مجرد الانبات، مجرد الحاجات دهيا، هنبدا نشرح على الكوسه باذن الله تعالى. ممكن نشرح كل المحاصيل، ولكن يعني انا من النوع اللي ما بحبش يعني اشرح على حاجه هي مش موجوده عندي، لازم تكون موجوده بحيث ان المزارع او الفلاح يكون شايف كل حاجه على الطبيعه. بتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو ده. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.